ابراهيم صدقي المدير الفني لنادي الزلفه السعودي، حابين نعرف اهدافك ايه وطموحاتك ايه مع الفريق في الموسم اللي فات. لا كل سنه طيب، وان شاء الله باذن الله رمضان كريم على الامه الاسلاميه كلها ان شاء الله. يعني ان شاء الله طبعا الصعود باذن الله، يعني انا شايف ان هم عندهم امكانيات وعندهم عايزين يصرفوا وعايزين يعملوا، هم ماشيين ان شاء الله السنه دي بخطه ثابته غير اي سنه ان شاء الله، هم عايزين يصعدوا. فاهم حاجه ان شاء الله، اهم حاجه انا قلت لرئيس النادي اهم حاجه ان احنا نجيب لعيبه كويسه. هو تعرف ان اللعيبه سلاح المدير الفني، فهم اعتقد ان هم موفرين كل الامكانيات، بس المهم التوفيق. يعني كابتن ابراهيم، الاسباب اللي خلتك يعني تختار التجربه خارج مصر؟ والله انا كنت رافض ان انا اطلع اسافر بره مصر، بس انا قلت تجربه وانا لما قعدت مع الناس فتحت معاهم ممكن تكون تجربه مفيده. يعني لازم برضه المدرب برضه ايه، انا الحمد لله لعبت في مصر لعبت خارج مصر، فقلت برضه لازم يعني نجرب السفر يمكن يكون فيه يعني ممكن يكون افضل. يعني هل شايف ان تجربه نادي الواسطه افادت الكابتن ابراهيم في مشواره التدريبي؟ كانت ممتازه، اتعاملت مع ناس محترمه ولاعيبه محترمه، وحزين ان الفرقه دي نزلت، بس انا كنت عارف انها هتنزل لانها كانوا لعيبه كويسه، وانا قلت لمدير الكوره هناك لعيبه كويسه جدا ولعيبه محترمه جدا، بس ما ينفعوش مع بعض لانهم صغيرين 97 و95 ما عندهمش حد خبره انه يشيل ماتش يعني. بس فانا قلت لهم لازم الفتره اللي جايه تعمل بقى تارجت معين، ان انت المفروض تصعد وتقعد لو انت عندك فلوس وعندك طموح ان ممكن تصعد دوري ممتاز، لان هم على فكره طلع لهم نادي 25 فدان اعتقد جنب الاسيوطي، هيبقى معاهم فلوس كتيره الفتره اللي جايه، ممكن يكونوا اغنى من اغنى اغنياء الصعيد، يعني اغنى نادي في الصعيد المفروض. يعني كابتن ابراهيم، يعني شايف نادي المنيا طبعا فريقك وبيتك، ايه الرساله اللي بتوجهها لمجلس الاداره قبل بدايه موسم جديد؟ بص اقول لك حاجه، المفروض نعمل لجنه كوره، ولجنه كوره محترمه رقم واحد. اللجنه دي هتراقب اللعيبه بشكل منتظم، وهتراقب المدير الفني بشكل منتظم، مش تعدل على المدير الفني لا، بس على الاقل يبقى ليها دور، يبقى ليها راي. ما ينفعش ان معلش اعضاء مجلس اداره برضه ما لعبوش كوره يعني زي هنا او زي اللي لعبوا في نادي المنيا، على الاقل يعني يكون في استشاره، ما ياخدوش حاجه من دماغهم، لان احنا او اللجنه اللي هيحطوها اكيد في حد فيهم فاهم في الكوره، والمدير الفني اللي هيجيبوه يكون اللي عنده رقم واحد، يكون عنده علاقات. عشان احنا يعني احنا السنه دي كنا شايفينها وحش جدا، وانا كنت حزين على المستوى اللي احنا كنا فيه، واهم حاجه ان مجلس الاداره يتدارك الاخطاء بتاعت السنه اللي فاتت. انا شايف ان المجلس محترم، وربنا ان شاء الله يكرمه باذن الله، وربنا اهم حاجه هيوفقه في اختيار المدير الفني المناسب لنادي المنيا واللعيبه المناسبه اللي تصلح لنادي المنيا، لان احنا فرقه المنيا فرقه منافسات، احنا مش حقل تجارب لحد. الكابتن ابراهيم، هل حسمت تشكيل الجهاز الفني الجديد اللي هيكون معاون ليك في فريق الزلفه السعودي؟ اه، معايا كابتن هاني شعبان مدرب حراس، وكابتن حسن سيد، وكابتن محمد عبد المجيد بيبو كان شغال معايا مدرب في الدوري ممتاز. اعتقد جهاز محترم، جهاز عنده طموح، جهاز عنده اصرار على المكسب، يعني هو ده اللي انا كنت حريص عليه. يعني لازم يكون يعني الشغل مع بعض لازم يكون بشكل جيد وشكل منظم، لان بدون نظام المنظومه مش هتستمر. يعني